السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام أحد المعالم والواجهات السياحية بإمارة أم القيوين، أنا أمام معلم تاريخي وأثري يسمى بسور أم القيوين، واللي يتميز أنه يتكون من ثلاث أبراج قديمة وتاريخية متصلة في بعضها البعض بسور ممتد على مسافة 500 متر. وطبعا كانت في قديم الزمان تستخدم لأغراض دفاعية، والآن عبارة عن معلم تاريخي سياحي. أبراج تتميز بأسماء قديمة وتاريخية، حيث أن البرج الأول يسمى ببرج الليوارة، والبرج الأخير يسمى ببرج الليزيمة، والبرج في المنتصف يسمى برج الوسطى أو برج معصوم. Thank you.
Thank you.